اش يا سيدي؟ شد هكا سيدي. لا يشوف الكاميرا دور عندنا هكا هكا قدامو. مرحبا بكم متابعينا الاوفياء، اهلا وسهلا بكم في هذا البث المباشر والعاجل من اقليم تارودانت، والذي اهتز على وقع كارثه حقيقيه وفاجعه بكل ما تحمل الكلمه معنى. فكما بطبيعه الحال كتشوفوا هذا هو مسرح الجريمه، اللي بطبيعه الحال تم العثور على شاب وشابه في مقتبل العمر، اللي لقاوهم ميتين في داخل هذه الخربه اللي كتشوفوا يوم امس، واللي خلات يعني الساكنه ديال المنطقه انها كلها تكون مفجوعه وتكون مصدومه جراء يعني هذا الحادث اللي ربما ما ولفوش باش انه يوقع هنا. ومعنا يعني واحد من ابناء الدوار، واحد يعني من الجيران ديال هاد البنت اللي ساكنه في هاد الدوار بطبيعه الحال، اللي غادي تحدث لنا بخصوص اشنو وقع. مرحبا سيدي. نعم اشنو وقع اخويا عندكم هنا؟ سمعنا لقاو يعني واحد البنت. سيدي انايا البارح جا عندي واحد الصديق ديالي جا عندي قال لي يا حسن، قلت له نعم، قال لي روح طيحه حداك وانت ما داير خبر ما جايب خبر. قلت له انا ما براسي ما نعاود. جيت لباح تنجري، زقلت الماكله ديالي، زقلت الصاله ديالي، جيت تنجري بقى فيا الحال. ملي جيت نسول قالوا لي يا ودي راه واحد الدريه وواحد الدره راه ميتين هنايا. وشكون اللي قلت لهم؟ الله اعلم. انا بقى فيا الحال راه بحال ولادي وراه لا اله الا الله. واش اللي عطى الله هو هذا؟ فين لقاوهم السيدة؟ ودركوا هاد السيدة لقاوها في واحد المحل. واش هذا هو المحل؟ هذا هو المحل اللي فاش طاحت هاد السيدة هي وداك السيد ميتين. وغير خرب الدار طايحة ماكلة عليها. ودابا حنا بغينا نشوفوا هاد السيدة الله يجازيه بخير المخزن الله يطول عمره، تعاون معنا وكيدافع علينا في هادشي ديال الضحية. وهاد البنت واش كانت البنت واش كانت هي كانت هي مختفية يعني كانت يعني اختفت يومين يعني ويا مجليه؟ اي تقريبا شي يومين هكا. قال لك الدريه ما كاينه ليهم، وجاتو كيقلبوا على والديهم وما لقاوها، وكيقلبوا على ولدهم ما لقاو، ورجعوا في حالاتهم ما فراسهم ما يعاودوا. والصباح الاخر ملي جاوا لقاو السيده هي والسيد ميتين. وشكون اللي قتلهم؟ الا علموا الا الله تعالى هو اللي عالم على هذا الشيء. الناس شنو وحنا دابا السيده اللي ماتت والدري اللي مات شحال في العمر ديالهم؟ والديه تقريبا البنت الا ما خفت نكذب غادي تكون عندها 16 17. الولد قالوا لي راه عنده ماكسي 20 ولا هي 22. انا راه ما شفت والو، هكا هاد الهضره هي كنسمعها. يعني جيتو لقيتو جينا لقينا الدنيا هنايا عامره، لقينا جون درجه وجاو الناس الحمد لله وجاو الجيران وجاو الناس كلشي بقى فيهم الحال. وحنا بغينا الله يجازيكم بخير تبينوا لنا الحق ديالنا باش نعرفوا شكون اللي كيقتل في هاد الدوار. واش يعني ميتين ولا مقتولين؟ ميتين فيهم مضروبين بشي حاجه. شنو كيقولوا الناس مضروبين بشي حاجه بجنوي؟ ايوا هو قال لك الدري، قال لك اسيدي ما مضروب ما كان سمع لك، يقول لك الدري ما مضروب. قال لك البنت مضروبه في سنطاحتها ما عرف الله اعلم. ولقاوها محيدين لها حوايجها؟ ولقاو حوايجها محيدين لها كاملين. جابوا جا دارمي جا تيجري دقر على واحد الدار. قال لها واحد المراه بوينه ما تعطيني واحد الزيف باش نكركمو هاد الدريه. عطاتهم المراه الزيف كركمو الدريه، داروا خدمتهم هزوا المسيد ديالهم مشاو حالاتهم. يعني وهذا الشيء اللي عطاهم وهاد الدريه بنت الدوار يعني كتعرفها؟ وهاد الدريه انا ما كنعرفها. قالوا لي الدريه مزيانه ودخلت سوق راسها وهذيك كذا كذا حتى الاخير. انا ما كنعرف حد. يعني تتصدمتوا بهذا الشيء اللي وقع؟ تتصدمتوا بهذا الشيء اللي وقع؟ هو تصدمنا بالمعقول. ما انا براسي ما تعشيت ما كنت ما شربت. علاش بقى فيا الحال؟ ان الدريه والدري ضاعوا لوالديهم. لا 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 الله ما كما نقول لكم. سميت هذه البلاصه؟ سميت هذه البلاصه هنا سميتو عين مديور. عين مديور بعين مديور مشروع العين. اي حدا الرضا. لا اله الا الله. يعني حدود الساعه مازال ما عرفوش يعني اللي دار هذه الفعله؟ لا ما عرفوا. هما راه دايرين مساكن مجهودهم مجاهدين مع راسهم كيقلبوا على شكون اللي كيدير هذه الخطرات. وهذا اللي عطى الله. السلام عليكم. يعني الدراري بقاو فيك يعني بحال ولادك؟ دراري بحال ولادي. راه لا لا الله راه انا ماشي شي دري صغير ولا شي حاجه، راني دري كبير تبارك الله وراجل كبير وبولادي وبعراضي. وهذا كيبقى فيا الحال على دوك الاولاد اللي مشاو ضحيه. راني بقيت انا كنترعد وراني مريض بالقلب وسخفت وما قديت نهضر. يعني من البارح ما سمعتش يعني من البارح وحنا شي بيتنا في قلبنا. لا لا لا. وانا دابا نقول الله يجازيكم بخير كنطلب من الشرطه يبينوا لنا الحق ديال هذوك الاولاد اللي مشاو. لكن هاد البنت واش مقتولين في شي بلاصه وجاو لهنا؟ شنو كيديروا في هاد الخربه؟ الله اعلم. حتى ما يعلم الا الله تعالى.
ما عرفنا احنا هذوك الناس واش جاو للخربه وماتوا فيها، او نقول لك ماتوا في شي بلاصه وجاو تلاحوا في الخربه، الله اعلم. يعني التحقيق هو اللي غيبين. عاش اللي عطى الله. والدين هاد الدراري يعني كي دايره الحاله ديالهم يعني مساكن؟ وانا الدراري ما شفت، الدري ما شفتو، البنت ما شفتها، كيعاودوا لي الناس قال لا الدريه قال لي راه مزيانه وداخله سوق راسها، والدري حتى هو راه مزيان، وشوفوا ربنا وربنا ياك ما كان الدري غادي يتعاشر مع البنت وغادي يديها ولا الله اعلم. بزاف ما كان شروط ما يتقال، ولكن باش يمشوا لها الضحيه راه لا اله الا الله، راه بقى فينا الحال، تصدمنا على هذا الدرا هادي. انا اللي كان مريض معكم راني مريض بالقلب وراني لا عيات، ودابا راه كنهضر بزز مني وبالحر ديال قلبي، علاش بقى فيا الحال؟ ان هذوك الاولاد اللي ضاعوا راه بحال ضاعوا لي اولادي انا، بحال ضاعوا لي اولادي. ودروك تنطلب من الشرطه الله يجازيها بخير دير مجهودها وتجبد لنا داك اللي كيدير هذا الخدمه. والسلام عليكم. شكرا خويا، الله يجزيك تولي الخير. انتم متابعينا الاوفياء كما كتبعوا معنا، بطبيعه الحال هذا هو المكان الذي تم العثور فيه على جثتي الشابه التي تبلغ من العمر 17 سنه وشاب في مقتبل العمر في عقده الثاني، بعدما وجد ميتين في ظروف غامضه جدا كما سمعتوا تصريحات ديال واحد من الجيران ديال البنت اللي مات بطبيعه الحال، اللي لا زال تحت تاثير الصدمه. كما كتشوفوا صراحه يعني هذا الحادث ربما يعني ارهب وافجع كل الساكنه ديال المنطقه للحدود اليوم، يعني لا زالوا تحت تاثير الصدمه كما كتشوفوا. يعني هذا المنزل المهجور الذي يتواجد بمكان خلا، ويعني حتى ايضا ربما انتم كتشوفوا يعني المكان فين لقاو هذا الشابه وهذا الشاب ميتين، فربما يعني بعيد تماما عن الاعين ديال الساكنه، لانه كيتواجد بمنطقه خاليه تماما كما كتشوفوا معنا على المباشر. فالله يرحمهم والله يوسع عليهم، وكنتمناو بطبيعه الحال يعني ان التحقيقات تاخذ المجرى ديالها ويتم يعني الكشف عن كل حيثيات وملابسات الواقع التي هزت ساكنه منطقه عين مديور باقليم تارودانت والحدود الساعه، ربما ان كان الامر يتعلق بجريمه قتل فالقاتل غير معروف بتاتا، أم أن الوفاة ناتجة عن شيء آخر. فتحقيقات هي اللي غادي تبين هل الأمر يتعلق بجريمة قتل أم أن الوفاة يعني لأسباب أخرى. فيعني احنا كإعلاميين وكصحفيين ما يمكنش بطبيعة الحال باش أنا نقولوا بأنها جريمة قتل أو شيء من هذا القبيل، في انتظار يعني نتائج التحقيقات والأبحاث التي تجريها بطبيعة الحال عناصر الضابطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة. فكما سمعتوا أول تصريح يعني الجار ديال الشابة اللي لازال مصدوم تحت تأثير وهول الفاجعة الأليمة التي هزت ساكنة عين مديور، واللي بطبيعة الحال خلت الكل مصدوم من هول هذه الكارثة العظمى كما كتشوفوا معنا على المباشر. فهذا هو المكان اللي وقعت فيه يعني هذه الجريمة أو هذا الحادثة التي لا زال الغموض يكتنفها بطبيعة الحال. السلام عليكم. انتم كتشوفوا بطبيعه الحال يعني المكان هذا هو المكان بالتحديد كما سمعتوا يعني التصريحات ديال الجار ديال الشابه اللي كشف على مجموعه من المعطيات اللي كيأكد بان هذه الشابه معروفه بحسن الخلق ديالها ومعروفه يعني بدمات اخلاقها، لكن قدر الله ما شاء فعل بعدما اختفت لتقريبا ازيد من 24 ساعه قبل ان يتم العثور عليها متوفية داخل هذا المنزل المهجور رفقة شاب آخر. فربما يعني واش تربط بينهما علاقة أم لا، فهذا الشيء اللي غادي تبين يعني التحقيقات والأبحاث التي تجريها النيابة العامة بطبيعة الحال في هذا الصدد. فالحدود الساعة كما كتشوفوا، فأنتم يعني كتشوفوا يعني مكان وقوع هذا الحادث الذي لا زال بطبيعة الحال مسيجا بالسياج اللي وضعته يعني عناصر الدرك الملكي التي لا زالت تقوم يعني بالابحاث ديالها والتحريات ديالها من اجل تحديد حيثيات وملابسات الواقعه التي هزت نفوس ساكنه اقليم تارودانت بصفه عامه ومنطقه مشروع العين اللي اهتزت على وقع هذه الفاجعه الاليمه كما كتشوفوا معنا على المباشر. وكما قلت فالشابه اختفت قبل يومين بالتحديد
والأسرة ديالها ظلت تبحث عنها لأزيد من 24 ساعة قبل أن يتم العثور عليها من طرف أحد الأشخاص داخل هذا المنزل المهجور، متوفية وبرفقتها شاب آخر، والآخر وجد ميتا. والعديد من علامات الاستفهام تطرح نفسها بحدة: هل الأمر يتعلق بجريمة قتل؟ هل شخص ما قام بالإجهاز عليهما بعدما وجدهما برفقة بعضهما البعض، أم أن الوفاة لأسباب أخرى؟ فيعني التحقيقات ديال النيابة العامة والضابطة القضائية هي التي ستحدد وستفصل بين الخيط الأبيض والأسود في هذه القضية التي هزت نفوس ساكنات المنطقة بصفة عامة. فتحياتي لكم، وإن شاء الله نرجع لكم في بث آخر من أجل كشف كل الخيوط ديال هذه الجريمة وهذا الحادثة المفجعة التي أفجعت كل ساكنات عين مديور بإقليم تارودانت، وبالضبط يعني مشروع العين اللي اهتز على وقع هذه الحادثة الأليمة بعدما تم العثور على جثة شاب يبلغ من العمر حوالي تقريبا 20 حتى 21 سنة، وشابة تبلغ من العمر 17 سنة، وجد ميتين داخل هذا المنزل المهجور في هذه المنطقة الخلاء كما كتشوفوا معنا على المباشر متابعينا الأوفياء. فنسأل الله السلامة والعافية، وكنتمنوا لهم الرحمة والمغفرة، وبالدعوات ديالكم متابعينا الأوفياء، فالتحقيقات لا زالت على قدم وساق من أجل الإسراع عن كشف حيثيات وملابسات هذه الواقعة الأليمة التي هزت نفوس كل ساكنات هذه المنطقة التي تدعى عين مديور، مشروع العين، إقليم تارودانت، واللي تم العثور كما قلت وكما أسلفت الذكر على جثة شابة في مقتبل العمر، وشاب أيضا تقريبا يعني كيبلغ من العمر حوالي 20 حتى 21 سنة، وجد ميتين داخل هذه الخربة أو هذا المنزل المهجور، ولا زالت يعني تفاصيل الوفاة غامضة وتطرح أكثر من علامة استفهام. الأمر يتعلق بوفاة يعني عادية، أم أن الأمر فيه يعني خيوط ديال الجريمة؟ فالتحقيقات لا زالت على قدم وساق، والأبحاث لا زالت جارية من طرف الضابطة القضائية، خاصة يعني سرية الدرك الملكي بإقليم تارودانت تحت إشراف النيابة العامة التي ستحدد كل الخيوط وأيضا الامتدادات والارتباطات ديال هاد الفاجعة. هل الأمر يتعلق بفعل جرمي ناتج عن جريمة قتل، أن شخص ما ربما أجهز على الشابة وهذا الشاب في هذه الظروف الغامضة؟ تحياتي لكم، وعلى من لقيكم في بث مباشر آخر، إلى الملتقى. السلام عليكم. نديرو ديالنا.